أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هل يجوز الحكم على طائفة معينة في هذا الزمان بأنها من الفرق الهالكة؟ نعم، من خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الهالكة، لا نجاة إلا لأهل السنة والجماعة، ومن عداها فهو متوعد بالنار، توعد بالنار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولذلك سميت الفرقة الناجية، لأنها نجت من هذا الوعيد.